bon, l'ensemble de match donc amana première mi-temps في المستوى جينا القدام خلق الفرص ما كناش اون دونجي سجلنا هدف كنا قادرين نسجلوا هدف ثاني وثالث حتى في الدوبي في لونتام تاع الدوزيام ميتون 5 مينوت لاني دونك كنا زاد عملنا كونترا اثنين كانوا ينجموا يكونوا مفترين من بعد معنا نايفتي باش ما نقولش حاجه اخرى دونك سور دو رونتري دو توش دونك نقبلوا هدف معناها وقلنا الزون هذيك اللي انا نعرف اللي عندهم لاعبين هما لاعبين منتخب خاصه في الخط الامامي قلنا في الفا متر هذيك هي با معناها كونتري ريس معناها دونك دو فوت انديفيديوال واحده رونتري توش الاولى رونتري توش والثانيه كيف كيف رونتري توش قبلنا هدف زاد هدف من بعد بالطبيعه بيان سور ثم التاثير زاد نتاع الملعب ونتاع السخانه ونتاع دونك الدوزيام ميتون معناها تقريبا خذاو 35 مينوت 40 مينوت تقريبا هما قاعدين يربوا ما عدا كيلكو كونترا معناهم نحن ولا هذا اليوم خسرنا اليوم نحن حطينا رواحنا في الكونديسيون هذوما عندنا الامكانيات ولكن لازمنا بوكو ديفور لازمنا برشا جهد لازمنا نكونوا في نهار كبير باش نتعداو ان شاء الله لحد الجاي ان شاء الله. لا خاطر تفرجنا فيهم حضرناهم الفريق عنده تقريبا سبعه في المنتخب المحلي نتاعهم وعندهم اربعه في المنتخب الاول دونك فريق قاعد يتقدم عنده 5 سنوات 6 سنوات قاعد يتقدم مع شفت معناها تقريبا 38 درجه سخانه معناها مع ترتونس اكيد جدا وانه معنا احنا افكتيف ريدوي معناها حتى في افكتيف معناها اون با معناها دي سوليسيون برشا دو روشونج خاصه سو البلان ديفونسيف دونك ولا قبلنا اليوم معناها اهداف على اثر هفوات خاصه لو دو رونتري توش اللي قبلنا فيها اهداف معناها ومن بعد تحب الكره معناها بالبونت تجي في 90 دونك اليوم اوروزمون انا ماركي لو بوت دونك باش يخلي لنا امل معناها الامور ما تكونش صعيبه كيما المباراه اللي فاتت ولكن الادفيرسير مش هو الادفيرسير سي ان بون ادفيرسير اكسبيرمونتي دونك يفو فير معنا بوكو ديفور لازم نكونوا في نهار كبير ونضحيوا برشا لاعبين وستاف تكنيك والناس الكل باش نجموا نتعداو لدور التور الجاي ان شاء الله لان شكون ماتش صعيب الرتور ان شاء الله. بور المون هذا اش نجم نعملوا شفنا معناها انه اون ايتي سوليد في بريمير ميتون دوزيام ميتون كيف دخلنا عملنا اون تام دوزيام ميتون باهي تقريبا جاتنا دو زوكازيون اللي كنا نجم نسجلوا بهم من بعد على اثر معناها توش كي رونتري توش نتاعنا تقبل الهدف كيف الهدف الثاني رونتري دو توش دونك هذا ما يلزمش يصير معناها في فريق كيما الفريق ستيف على الغالب معناها اليوم صار مع في موريتانيا ان شاء الله معناها نحاولوا معناها لحد جاي عندنا الحدود نتاعنا اوني كابابل ولكن يلزمنا بوكو يلزم كل واحد معناها يلزم قلب كبير باش نجم نتعداو النجم هذا ان شاء الله. انا اذا كان نجوز الدور هذا ان شاء الله باذن الله وباش نجوز ان شاء الله فهمت كي دخلنا لوكيو جدد يولي عندنا هامش الاختيار تولي عندك كونفيرونس محدوده تولي عندك معناها بوكو دو شوا اللي تنجم ماكش محدود اليوم محدودين معناها تقريبا محدودين شفنا اليوم مهر اول مقابله ليه معناها تقريبا 17 سنه و 18 سنه اول مقابله ليه دونك هذا ان شاء الله بقدر ربي بالمجموعه هذه ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله معناها الناس الكل تلموا ملي ندخل ستيف الناس الكل معناها هدف واحد ونيه واحده وان شاء الله الاولاد نكونوا في نهار كبير برشا باش تعداو ان شاء الله.